ساتر. يلا يو يكون ميلا من عادل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من منطلق الشعور بالمسؤولية كوني عمدة لقرية كاريزما، إليكم ما هو آت. فقرة المكتبة والتي يقدمها الإعلامي القدير الأستاذ محمد عباس. كما تعلمون أن الفقرة مشتركة ما بين الجمهور وما بين المتسابقين في عملية جلب النقاط، وكما وردنا أن غداً النظام سيتغير في الفقرة وستكون المشاركات فقط من باب من الجمهور، وكما وردنا غداً أن الفقرة سيتغير نظامها لتصبح المشاركات فقط من الجمهور الكريم فقط دون المتسابقين، وانطلاقاً من قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. قد اجتمعت بالمتسابقين وقد تم الاتفاق بالأغلبية على أن تكون الفقرة مناصفة ما بين الجمهور وما بين المتسابقين كما في النظام السابق، والسبب في ذلك أن يكون للجمهور دور في جلب النقاط ويكون للمتسابق وكامل الحقية له كذلك في عملية جلب النقاط. لذا أطالب من هذا المنبر الحر الأستاذ تركي الدوسري أن يبت في الموضوع بحد أقصاه مساء اليوم كون أن الفقرة غدا. ختاما يقول تعالى وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.